استخدمت الصين وروسيا كما كان متوقعا حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية. صوت بقية أعضاء المجلس لصالح المشروع الذي نص على تخفيض واردات بيونغ يانغ من النفط الخام والمكرر، فيما يخشى دبلوماسيون أنه بعد رفض المشروع والانقسام الواضح لمجلس الأمن الدولي بشأن ملف كوريا الشمالية قد تجد الهيئة الأممية صعوبة في الإبقاء على الضغط لتطبيق العقوبات الأخيرة التي فرضتها على بيونغ يانغ عام 2017. لتفاصيل أكثر من موسكو ينضم إلينا الباحث السياسي الدكتور محمود الأفندي. دكتور محمود الأفندي، حياك الله في قناة المملكة. يعني قد تجد الهيئة الأممية صعوبة في الإبقاء على الضغط والإبقاء لربما على هيئتها وضغوطاتها وعقوباتها، كيف ترى ذلك ما بعد هذا القرار؟ سعد صباحك سيدتي والأخوة المشاهدين. طبعا هو ليست في نقطة مهمة، ليست هي الأممية، هي الغرب وحلفائه فقط. يعني من حوالي 20 سنة أو 25 سنة عفوا، من وقت انهيار فعليا الاتحاد السوفيتي، بدأت الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن بما يسمى يسيس فقط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا شيء واضح، ونرى أن فقط أنهم يريدون خنق بعض الدول لعدم انصياعهم لما يسمى قراراتهم والهيمنة الأمريكية والهيمنة الغربية على كل دول العالم. فشيء طبيعي أن تقوم روسيا بوضع حق نقض الريتو بسبب واحد فقط، السبب الرئيسي أن العقوبات لا تفيد بأي شيء، هي فقط تؤدي إلى انهيار بعض الدول وزيادة الحروب وزيادة النزاعات. يعني التفاوض الدبلوماسي وفي كل مكان هو الأمر المهم في كل أمور النزاعات. فاللي عم يحصل أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول منذ عام 1991 كما قلت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي بإنتاج العقوبات للضغط على الدول لصياغها أو انصياعها للولايات المتحدة الأمريكية الذي يؤدي فعليا. يعني ماذا يؤدي فعليا؟ نرى ما حصل في كل العقوبات لتأتي من بدأنا من العراق إلى إيران إلى كوريا الشمالية إلى سوريا. هذا يؤدي إلى فقر الشعوب، هذا أولا، ويؤدي إلى زيادة النزاع، هذا شيء مؤكد. يعني دكتور في المقابل أيضا، دكتور محمود الأفندي، أيضا في المقابل يعني هناك طرف الولايات المتحدة الأمريكية أو كما قلت الغرب وحلفائه، وأيضا هناك طرف روسيا وحلفائها أيضا في المنطقة، وأيضا روسيا تتحرك وخصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي باتت تبحث عن هيبتها لربما وإيجاد الاتحاد السوفيتي وترممه من جديد كما يتم الحديث في علم النفس السياسي. فكل الأطراف لربما تبحث عن حلفائها في المنطقة. ماذا بعد ذلك؟ ما الذي سيجري في المنطقة؟ هناك لربما تخلي من الولايات المتحدة الأمريكية عن سياسة الغموض الاستراتيجية. ما الذي يقابلها من روسيا وحلفائها في المنطقة؟ فعليا خلينا نكون صريحين أكثر، فعليا الحرب الآن القائمة في أوكرانيا هي حرب الأقطاب. يعني حرب هي انهيار هذه المؤسسات أو ما يسمى عدم خضع هذه المؤسسات لما يسمى العدالة. يعني نرى جيدا أن روسيا منذ عام 2007 لما أعلن الرئيس بوتين في أعلان نفسه كقطب في مؤتمر ميونخ للسلام، أعلن نفسه كقطب عالمي، بدأ حق الفيتو يأخذ اعتبارا. يعني إذا رأينا قبل 2007 كان حق الفيتو ليس له أي اعتبار، يعني بأن هناك كان في سلاسل فيتو في العراق، مع ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بعمل عدائي ضد العراق. ففعليا روسيا تقوم الآن بحربها الآن لما يسمى تعديل القانون الدولي وما يسمى تشجيع دول العالم بعدم الانصياع لكل العقوبات. يعني المهم دائما لما تجري عقوبات من الولايات المتحده الامريكيه او من الغربيه، من المهم جدا ان يبدا دول العالم بالانصياع لها. فنرى جدا الحرب الان القائمه والعقوبات على روسيا ادت الى ما يلي، ادت الى ان كثير من دول العالم لم تلتزم بهذه العقوبات، هذا يؤدي لعدم جدوى. يعني حتى روسيا تعمل الان في هذه الحرب ترى دول العالم ان هذه العقوبات لن تجدي اذا مثلا يعني لم يكن هناك ما يسمى اجماع عالمي على هذه العقوبات. فروسيا الان تقوم بكل هذه العمليات لانهيار منظومه العقوبات التي ليس كما قلت لك ليست لها اي نتيجه فعليا، هي فقط تؤثر على الشعوب. فروسيا ليست تريد اعاده انجاك الاتحاد السوفيتي، روسيا تريد تعديل القانون الدولي او ما يسمى اعاده السلام. يعني على سبيل المثال قبل 1991 قبل انهيار الاتحاد السوفيتي ليست كان هناك حروب، يعني حروب صغيره وحروب متفتته في كل دول العالم، هناك كان قانون ملتزم فيه كل الدول، والحرب البارده كانت تاتي شيئا ما بالسلام.
يعني الحرب الباردة إنها باردة هي أفضل من أن تكون ساخنة. كل يرى الحقيقة من وجهة نظره كما ألاحظ دكتور محمود الأفندي، ولكن توضيح للحقائق الآن من الجانب الروسي، هناك تحرك في المنطقة وليس على أرضها، على أرض وطن آخر، وكما تحدث من يتأثر من هذه الحروب هي الشعوب فقط، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تريد الوقوف إلى أوكرانيا، مرة أخرى تريد الوقوف إلى تايوان، على أرض أخرى هناك صراع ما بين الأقطاب. سؤالي كان دكتور محمود الأفندي، ما بعد ذلك والكل يجمع حلفائه في المنطقة وتحالفات جديدة في المنطقة الآن نلحظها، ما الذي نحن مقبلون عليه استراتيجيا وجيوسياسيا في المنطقة؟ قبل ما أجاوبك على السؤال، سؤال جيد جدا، ولكن أنا بس أعقب على كلامك سيدتي أن روسيا يعني بطبيعتها لم تتدخل في أراضي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية جعلت من كل دولة عظمى لتوقف نموتها أو إيقاف نمو هذه الدولة بإيجاد عدو جيوسياسي في جانبها، يعني تايوان في الصين وأوكرانيا. يعني من شجع أوكرانيا؟ أوكرانيا هي دولة من الاتحاد السوفيتي السابق وأخذت استقلالها على أساس ما يسمى الحياد، يعني جعلتها دولة معادلة لروسيا وكل القوانين الدولية نقضت بها. فعليا ماذا نحن امام؟ نحن امام عالم متعدد الاقطاب، يعني كما قلت لك العالم الان القادم هو عالم متعدد الاقطاب، اذا نجحت روسيا في العمليه العسكريه وصمودها امام العقوبات وكذلك يعني تفعيل حق الفيتو الحقيقي بعدم جديه القرارات الجاحفه بحق دول اخرى، هذا سيؤدي نحن امام عالم جديد متعدد الاقطاب بحاجه الى تعديل في المؤسسه المنظومه الدوليه، يعني خلينا نكون اكثر صراحه، المنظومة الدولية بحاجة إلى تعديل، يعني حتى كل المنظومات التابعة للأمم المتحدة أصبحت مسيسة، ابدأي من منظمة الصحة العالمية بنهاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجرثومية، كلها الآن مسيسة لطرف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نرى جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإنشاء مخابر بيولوجية وأسلحة بيولوجية في أوكرانيا، يعني أمام كل عين وباعتراف نائب وزير الخارجية الأمريكية، وكذلك تقول يعني منظمة الأسلحة حظر الأسلحة الجرثومية لم تقم بأي عمل، لماذا؟ هي تابعة للأمم المتحدة، جاءت تحقق في هذا الأمر، لم تحقق ولن تحقق باعتراف أمريكي، ولذلك ما زالت تحقق، هذا يعني في انهيار، في عدم فعالية في هذه المنصات الدولية. دكتور محمود الأفندي، يعني أنت حضرتك باحث سياسي وكل كما قلت ولازلت على كلامي، وحضرتك تؤيدني والجميع بأنه كل يرى الحقيقة بوجهة نظره، حتى أنه بحديثك على منظمة الصحة العالمية الرئيس ترامب السابق للولايات المتحدة الأمريكية اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها منحازة إلى جهة معينة، كل يرى الحقيقة وأنه على صواب من وجهة نظره كما هو. عموما من موسكو كنت معنا الباحث السياسي الدكتور محمود الأفندي، شكرا جزيلا لك.